السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله نقدم لكم طريقة تحضير مسمن في الفرن. كيجي تقريبا بحال لي بتي بان ومورق جيدا. اتمنى ان تعجبكم الوصفة، تابعوا معي طريقة التحضير فهي جد سهلة، مع مقادير جد سهلة وبسيطة. عندنا 500 غرام من الدقيق الابيض و250 غرام من الدقيق الفينو القمح، دقيق القمح الفينو، ملعقة من خميرة الحلويات أو 7 غرام. نحتاج إلى ملعقة من السكر الخشن أو سكر سنيدة. نحتاج إلى خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز. طبعا نحتاج إلى الزيت وإلى الزبدة من أجل توريق هذا المسمن أو هذا المسمن على شكل تيبان. ونحتاج طبعا إلى الماد الدافئ لجمع العجين. نبدأ طريقة التحضير. الآن سنبدأ في تحضير هذه الوصفة. نقوم أولا بدمج الدقيق، بعدها سأضيف إليه السكر سنيدة، وبعدها سأضيف الخميرة الكيميائية. طبعا لم أقل لكم في المقادير قبسة الملح أو القليل من الملح. ندمج كل هذه المكونات. سأستمر بإضافة الماء مع التحريك، وسأقوم بعجن هذا الخليط جيدا. كما تلاحظون فإنني لم أستعمل الآن الخميرة الكيماوية، سأقول لكم المرحلة التي سأستعمل فيها الخميرة للحصول على عجينة جيدة. الوصفة صراحة جد جميلة، تصلح للغوتي أو للفطور. سأضع هذا في الخلاط، سأستمر بإضافة الماء إلى غاية الحصول على عجينة مثل عجينة المسمن. والجميع النساء تعرف عجينة المسمن كيف يكون قوامها، فهي عجينة لينة ومعجونة جيدا. كما تلاحظون هنا معي، بعد أن قمت بجمع العجين وعجني جيدا، سأضيف الآن الخميرة الكيماوية 7 غرام وسأتركها تعجن للمرة الثانية أو نعجنها باليد جيدا مع الخميرة. كما تلاحظون بعد أن قمنا بجمع العجين، الآن سأقوم بدهن اليدين بالقليل من الزيت. قم العجين بالكامل، ونبدأ بتشكيل كويرات صغيرة من هذا العجين. كويرات فقط صغيرة، كما تلاحظون سأضعها أصغر من هذا، كويرات فقط صغيرة على هذا الحجم من العجين. سأستمر إلى غاية تكميل العجين الكامل الموجود عندي. كويرات كما قلت فقط صغيرة، وبعدها سأريكم طريقة تشكيل هذا المسمن أو المسمن على شكل بتي بان في الفرن. كما تلاحظون هنا معي، بعد قمت بتشكيل العجين إلى كويرات صغيرة، الآن سأقوم بتشكيل المسمن صغير على شكل بتي بان. سأستعمل الزيت، وقمت بإذابة الزبدة أيضا. نقوم أخذ الكرة الأولى، نبسطها على هذا الشكل كما تلاحظون معي. نقوم بتبسيط الكرة الثانية أيضا كما تلاحظون. الكرة الأولى نبسطها، نتركها جانبا. نقوم بتبسيط الكرة الثانية، نبسط
الكرة الثانية بشكل رقيق ونتركها أيضا جانبا. نقوم بتبسيط الكرة الثالثة. إذا في كل واحدة من هذه الوحدات سنستعمل 3 كرات من العجين، لذلك قلت لكم قوموا بتشكيل كويرات صغيرة من العجين لعدم الحصول على قطعة كبيرة من المسمن. الكرة الأخيرة على هذا الشكل. الآن سنستعمل الزبدة التي تعطي الفيتاج أو ستصبح هذه العجين مورقة. نضع الزبدة على هذه الكرة ونطبق عليها الكرة الثانية التي تركت جانبا أو الورقة الثانية. نحاول أن نلائم الجوانب مع بعضها. سأضع الزبدة مرة ثانية على هذا الشكل ونضع الورقة الأخيرة كما تلاحظون. نقوم بالتوريق على هذا الشكل. نضع الزبدة من جديد ونقوم بجمع العجين على هذا الشكل كما تلاحظون. دائما باستعمال الزبدة لتعطينا توريق للعجين. نضع هكذا وهكذا. الآن سأضعها في صينية الفرن إلى غاية تكملة العجين الموجود عندي. بعدها سأتم لكم الطريقة. بعد ما كملت العجين بكامله قمت بتبسيطه كما تلاحظون حتى لا نحصل على عجينة جد مرتفعة. قمت بتبسيطه. الآن سأتركه يخمر لمدة ما أن الجو بارد 30 دقيقة وبعدها سأقوم بإدخاله إلى الفرن. بعد أن نقوم بإخراجها من الفرن وهي لازالت ساخنة نضع عليها المربى ونقوم بتزيينها بالقليل من جوز الهند. كما يمكنكم عمل رقائق اللوز أو الفستق من فوق. هذا هو الشكل النهائي لمسمن صغير في الفرن أو مسمن على شكل ليبتيبا. كنتمنى تعجبكم الوصفة. غنقطع من الداخل باش نوريكم الفويتاج ويا العجين المورق من الداخل. شوفوا معايا الشكل ديالها من الداخل كيف كتكون. كتكون مرقة مزيان كما كتلاحظوا معايا وكتكون عجينة رطبة بزاف. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفة. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي في يوتيوب، ديروا جيم لاباج وتبارطاجيو لا فيديو. تنو مني فيديوهات جديدة رائعة غنقدمها لكم. شكرا على تتبعكم، شكرا على وفاء ديالكم. بغيتكم توصلوا لهذا الفيديو 2000 لايك. نشوفوا واش غادي ديروا معايا التحدي. للمزيد من الوصفات زوروا الموقعين chefmariam.com ايضا موقع شهيواتي.com. الى اللقاء، الى فيديو قادم وحلقه قادمه باذن الله.